مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، نعود نتواصل معكم والتحية لكل الذين انضموا ليتابعونا فيما تبقى من هذه الحلقة من صباح الشروق. ونبدأ النصف الثاني معنا على الهواء مباشرة الزميلة ماريا الحسيني. نعم، أهلا بك يا ماريا وبالتي في وباك. إحنا سعيدين أنك تكوني موجودة معنا من محلية بحري، ونحن بنتعرض هذه الأيام لمشكلات يعني في الخريف، مشكلات الذباب، مشكلات البعوض، والبعوض بالتأكيد مباشرة نتكلم عن الملاريا. مجهودات الآن تقدم وأنت هتعرضيها لنا إن شاء الله لمشروع دحر الملاريا. أهلا بك يا ماريا، أول حاجة وصباح الخير. صباح الخير عليك إيمان، صباح الخير أحمد، صباح الخير على كل المشاهدين الأكارم في كل مكان. أهلا ومرحبا محلية بحري، نتحدث عن درء آثار الخريف بجهود مشتركة ما بين بحري وما بين وزارة الصحة وما بين مجموعة من منظمات المجتمع المحلي والمدني. أهلا ومرحبا بكم، ومعنا من خلال هذه المحطة سعادة المعتمد اللواء ركن حسن محمد حسن، معتمد محلية بحري. يسعد صباحك بالخير. ويسعد صباحكم في الشروق، ويسعد صباح كل سوداني، ويسعد صباح أهلنا في بحري. عند الثامنة من صباح هذا اليوم كان هناك عدد غفير من الجهود والأفراد والمؤسسات، نتحدث عن درء الكوارث، درء الخريف هذا العام، نتحدث عن البعوض، نتحدث عن الذباب. ماذا عن هذه الفعالية ومدى الانتشار لمدينة بحري اليوم؟ المعروف انه هذه المساله مرتبطه ارتباط كلي بالبيئه. البيئه في مواسم الثلاثه صيف شتاء، في كل موسم فيه يعني اثر محدد. نحن بالنسبه لنا في الخريف، الخريف بتولى بخلف برك مياه، مستنقعات، مصارف مليانه بالمياه، وده اللي بيتبقى لنا بعد التصريف الاحتياطي لعملية الأمطار. والنتيجة طوالي بعوض كثيف، ذباب كثيف، لأنه بيئاتها بتعتمد على هذه الدورة بتاعتها، بتتم في هذا الوسط وفي هذا الموسم بالذات بتزايد، لأنه الجو بيكون مناسب لها جدا جدا. ولاحظ الجميع ولاحظ كل أهل السودان بيلاحظوا أنه في الخريف بتتزايد كثافة البعوض وبتزايد الذباب. هذا البرنامج اللي قبل شوية غطاه الإخوة في فريق قناة الشروق والفريق الميدان التحقيقي اللي أنا بشهد له بأنه بدون ما في المحل اللي نحن دايرينه، لكن بيعكسوا حقيقة واضحة. كان في إسناد كبير جدا جدا من وزارة الصحة بأطقم بتاعت رش رزازي، أطقم بتاعت مكافحة الطور المائي اليرغي، أطقم مكافحة الذباب. دي كانت إضافة لنا لأتيامنا العاملة من قبل أسبوع. هذا التيم المساند حيعمل لمدة 3 أسابيع اعتبارا من اليوم. يمكن النسبة الرصدة امبارح كانت 1.6، بنأمل إنه نحن ننقص نسبة توالد الذباب ونسبة حركة البعوض في هذا الموسم للمستوى الطبيعي المقبول، وإن شاء الله نحن حنصل لمستوى 2 من 10 في الفترة الجاية إذا نحن وصلنا في هذا البرنامج بنفس هذا المنوال إن شاء الله بإذن تعالى. نتحدث عن تكامل بين أصحاب المنازل، هنالك مجموعة من المعلومات والنصائح التي تريد أن تقولها للمشاهد الكريم، باعتبار هنالك مستنقعات في كل بيت يمكن أن تؤدي إلى توالد البعوض والذباب. نتحدث عن هذه الفكرة وهذا التوضيح لكل من يشاهد. حقيقة نحن في مرحلة تحت وقاية، والوقاية خير من العلاج. الصحة ما عندها حدود، ما عندها حدود بين الفرد والمجتمع والدولة، ما عندها حدود بين مكان ومكان. بالتالي الشريك الأساسي والصانع الأساسي لنجاح أي شغل وقائي صحي اللي هو مستهدفين به الإنسان، إنه الإنسان نفسه، المواطن نفسه، بيبدأ من جوا بيته. نحن قبل شوية كنا بنتناقش، قلنا إنه أي منزل فيه فنطاس بتاع موية مثلا، هذا الفنطاس إذا نحن ما غطيناه، إذا نحن ما راجعناه كل مرة، بعوض مجاني جوا البيت، وكذلك البرك الموجودة داخل البيوت
كذلك المكان الاماكن المغلقه المخازن الحتات الزايدين لما نجيهم عامل الرش بنقول للمواطن حاول عامل الرش لما نجيك تستفيد منه اقصى استفاده داخل منزلك في كل خبايا المنزل وزواياه. وبنقول هذا المجتمع وهؤلاء الافراد واهلنا في البيوت وفي كل مكان هم الشريك الاساسي المؤسس والبنجح صحتنا عشان بعدين ما نخش في فحص وكشف طبيب ورقات سرير وعلاج وصرف دواء وفقد انسان عزيز. ان شاء الله بالخير والسلامه والصحه والسلام والعافيه لكل المشاهدين ولكل المواطنين. شكرا جزيلا سعاده اللواء ركن حسن محمد حسن معتمد محلي البحث. شكرا لكم. انا اقدر هذا الجهد من الفريق الغطى هذا المكان اليوم وبنقول لكل اهلنا في السودان ان شاء الله عافيه وسلامه وصحه وامنونا في سربكم. اللهم امين باذنه تعالى. هكذا مشاهدينا الاكارم نقلنا لكم ايضاحات حول المشهد الذي كان صباح هذا اليوم لفعاليات درء اثار الخريف لهذا العام من داخل محليه بحري. عوده لكم الزملاء بالاستوديو ايمان واحمد وتحيه لكل من يشاهد دوما وابدا. شكرا جزيلا مريم الحسيني. شكرا لك. شكرا لكل الزملاء اللي كانوا معك في هذه المحطه الخارجيه. نحيي محليه بحري والقائمين على امرها ونحيي كل المحليات اللي بتجتهد في هذا الامر. قد تكون هناك محليات اخرى لسه احنا ما وصلناهم. بالتاكيد هذه المجهودات كلها تصب في مصلحه المواطن ومصلحه الوطن، لانه زي ما ذكر سعاده المعتمد بتكفي نشر كثير جدا من الاجراءات اللاحقه. عموما شكرا لكم كثير.